دكتور مصطفى، اهلا بيك معانا في ايه الحكايه. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه دعاء، والف سلامه وربنا يبارك فيكم، وتحياتي لكل الساده المشاهدين في مصر وفي العالم العربي يا استاذه دعاء. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتور، اهلا بحضرتك معانا. خليني ابدا مع حضرتك الاول على فكره الدولار. النهارده او مش النهارده، اليومين اللي فاتوا حصل ده تحريك ولا ده تعويم؟ الدولار رسميا قفز من 24.60 ولا 24.70 يعني زي ما كان ماشي، وصولا في نهاية التعاملات يوم الخميس إلى 27 جنيه و25 قرش، تقريبا 10-11% من قيمة الجنيه الرسمية انخفضت. ده تعويم ولا تحريك؟ لا، هو تحريك يا أستاذة دعاء، تحريك تحريك او تخفيض للجنيه، اه نفس المعنى هنا، لان هو لو عوم يا استاذه دعاء معنى التعويم ان هيبقى يصبح في مصر كلها سعر واحد. يبقى ببساطه عشان تبقى مستوعبه الموضوع، لو انا عومت معناها ان سعر جوه البنوك هيكون هو نفس السعر في السوق السوداء الاثنين واحد. معنى كده ان البنك المركزي حتى الان الخطوه اللي اتخذها ليست بالقدر الكافي، عشان كده نقدر نتنبأ ان الدولار هيرتفع مرة أخرى في مصر حتى يتساوى مع السوق السوداء، وبعد كده ممكن البنك المركزي يخفض مرة أخرى الجنيه، لكن يعني هناك ضغوط من صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي ما يعملش كده. فإحنا للأسف الشديد الوضع هيكون مأساوي، خاصة للفقراء والبسطاء ومحدود الدخل أو متوسط الدخل. دولة أهلنا هم اللي أكثر ناس هتعاني في الوضع الاقتصادي، نتيجة ان انت كل ما بترفع سعر الدولار بتبدأ مباشرة التاجر اللي في السوق او رجل الاعمال او المستورد مش عارف هيبيع بكام، ومش عارف سعر الدولار واقف على كام، فللأسف هيعمل ارتفاع في الاسعار، ومش كده وبس، هيعمل لك كمان اختفاء بعض السلع، لان دلوقتي التاجر يقول لك طب انا لو بعت دلوقتي وحبيت استورد انا هوقف السلعه دي، زي الزيت زي السكر اللي هو بيستورده، عشان مش عارف السعر الجديد كام، فتفاجئ الناس واقفه طوابير الان في مصر على انه عايز يشتري سلعه معينه مش لاقيها، اللي رايح يشتري ازازه زيت مش لاقيها، اللي رايح يشتري شاي من نوع معين مش لاقيه، لان زي ما قلت لحضرتك الان اصبح عند التجار او المستوردين او المصانع او الشركات في شيء من عدم اليقين، او في شيء اضطراب في السوق، وهو ده اللي مسبب الحالة اللي احنا فيها الآن في مصر وهتستمر الفترة. ايه اللي متوقع يحصل يوم الاثنين؟ يعني كتير بيتوقع ان يوم الاثنين ممكن سعر الدولار يرتفع مرة اخرى، بحيث انه يكون حصل بقى التعويم الكامل اللي الكل قاعد منتظره بقاله شهرين تقريبا. هو السيناريو يا استاذ دعاء اللي هيتم ان البنك المركزي شغال على انه يحرك الجنيه لحد ما يلتقي هو والسوق السوداء عند نفس السعر، علشان يبدأ يمنع الناس تروح السوق السوداء. فهو رفع سعر الفايدة وصلها ل 25% علشان يقول للناس ما تروحش تشتري دولار، واللي انت معاك دولار فك وديعتك اللي بالدولار عشان هتستفيد ب 25%. لكن للأسف مع كل بقى التوقعات بتاعتنا اللي احنا بقالنا فترة كبيرة جدا اتكلمنا عليها، لو ان هذا حدث ايضا وبدانا نواجه بمراحل تضخم اعلى يا استاذ دعاء، للاسف الشديد الفوائد اللي هيدفعوها للناس 25% لن يكون لها قيمه، وهنبدا نخش في موجه عاليه جدا من التضخم، بل الادهى من ذلك انخفاض اكبر في الجنيه، لان اسباب انخفاض الجنيه موجوده ولم تتغير. فعشان كده احنا عارفين او متوقعين ان انخفاض الجنيه سيستمر ثم سيستمر، دكتور. وللاسف كله اعباء. طيب يعني احنا هنوصل للمرحله يعني دلوقتي ولا قدام شويه ان يبقى في تعويم كامل، وان سعر الدولار في البنك يبقى زي الدولار اللي في السوق الموازيه. امتى بقى هيتوفر دولار في البنك؟ يعني انا فعلا مش بتكلم على شخص ولا شخصين، انا بتكلم على مستثمرين، على مستوردين، على رجال اعمال، كلهم بياكدوا ان هم بيلفوا على البنوك، بمعنى بيلفوا على البنوك عشان يقدروا ان هم يحصلوا على الدولار ما بيلاقيهوش، فبيلجأوا للسوق الموازي. امتى بقى هيبقى فيه الدولار في البنك
عشان الناس تبقى عارفة ان موجود في البنك زي موجود في السوق الموازية؟ سؤال حضرتك ده مهم جدا يا أستاذة دعاء، مهم جدا. شكرا يا دكتور. السؤال ده مش مهم وبس، بل ان هو خطير كمان. اللي هيبدأ يحصل ايه يا أستاذ دعاء؟ انا مثلا بستورد نظارات، كويس؟ كويس. وجات السوق السوداء، التقت هي والبنك المركزي عند سعر مثلا، نفترض مثلا 30 جنيه الاثنين، خلينا نفترض كده. فانا رايح بجيب النظاره، بشتري النظاره ب 50 دولار من الصين، فاضربي حضرتك 50 دولار في 300 جنيه بقت قيمتها كام؟ 50 في 300 بقت كام؟ بقت 15000 جنيه. 50 في 300 يعني، انا بس مني الان ذاكرتي وقفت خالص. 50 في 300 3 اصفار 3 في 5 15000 جنيه. 15000 جنيه. فانا في مصر دخلي اللي كان 4000 و5000 جنيه كنت انا اقدر اشتريها زمان. فهيبدا يحصل يا استاذه دعاء ان الاسعار، غلو الاسعار هيبدا يقلل الطلب على السلعه دي، على النظاره دي. فلما يقلل الطلب على النظارة دي، المستورد ده نفسه لو راح جاب النظارات مش هيعرف يبيعها، فهيبدأ المستورد ده نفسه يوقف الطلب على الدولار. فهتفاجئ بعد فترة ان كتير جدا من المستوردين اللي هم بيدوروا على الدولار الان مش هيبقى مقبل على شراء الدولار، لان انا عملت ارتفاع في الاسعار جوه الاقتصاد هيمنع المستهلك جوه الاقتصاد انه يشتري. فهيبدا يحصل الطلب على الدولار نفسه كمان يقل. فالطلب على الدولار هيقل، وكثير جدا من السلع عندي في مصر مش هتبقى موجوده بقى. اذا انا بستورد مثلا، خلينا افترض مثلا الحذاء مثلا في امريكا، نفس الكلام مثلا الحذاء في امريكا مثلا زي النايكي ولا الاديداس لو ب 100 دولار هيبقى ب 15000 جنيه، انا مش هجيبه لاولادي. اقول لهم خلاص البسوا اي حاجه بقى موجوده، ولا الماركات ولا الكلام ده كله. فكل ده هيبدا بعض البضائع ايه، خاصه المستورده، مش هنلاقي لها ايه مجال. بس من ناحيه تانية عندي بعض السلع المهمه زي الادويه. زي الايه؟ زي الاسلحه. لا، اول حاجه ايه يا دكتور؟ نعم، الادويه. الادويه زي الادويه مثلا، او الاسلحه، القمح، الزيوت، او القمح او الزيوت. الراجل اللي الحكومة مدياله يشتري القمح من بره عارف ان السوق عايزه، فده هيقول لتاجر السوق السوداء لو الدولار وصل ل 32 هاتهولي، لو وصل ل 34 هاتهولي، لو وصل ل 35 هاتهولي. فالجماعة المستوردين او التجار اللي هم ضامنين تماما ان هم هيبيعوا المنتج بتاعهم في السوق، ده مباشر، ده اللي احنا بنسميه سلع عديمة المرونة، ده بنقول له ده اللي هيضغط على الدولار. فالسؤال حضرتك مهم، لان هنبدأ نلاحظ بعض السلع ستختفي من السوق، وبعضها اللي هو ضروري جدا ومهم جدا لحياة الناس زي أدوية أمراض القلب، السكر، الضغط، اللي هي أمراض الشائعة عندنا كلنا كمصريين، هنبدأ نشتريها مهما كانت الأسباب ومهما ارتفع سعر الدولار. طبعا. فبيبدأ في السوق نفسه قوة موجودة للطلب على الدولار مرتبطة بالسلع الضرورية. إذا احنا قدرنا نعرف الطلب قد إيه، على الدقيق بنستورد كام دقيق، وبنستورد كام قمح، وبنستورد كام زيت، وكم سكر، وكم شاي، وكم أدوية، كم أسلحة، كم مواد خام، هنبدأ نعرف قد ايه الطلب على الدولار. يعني مثلا دلوقتي لو انا قلت الواردات 90 مليار دولار، وطلع مني عندي منهم 10 مليار دولار سلع ترفيهيه، بجيب تفاح امريكي في السوق المصري، رايحين نشتري مثلا الاراسيا او المكسرات من سوريا، او رايحين مثلا نشتري بناطيل جنس من تركيا، او رايحين نشتري مكن من الصين، كل دولة يا أستاذة دعاء هيتقلص السلع اللي مش أساسية، فنلاقي الواردات المصرية لازم تنخفض. بدل ما هي 90 مليار دولار، لو قلنا السلع الكمالية قرابة 10 مليار دولار، هيبقى قللنا الواردات 80 مليار دولار.
التقليل اللي انا عملته للواردات، انا قللت الطلب على الدولار، فمعنى كده ان انا قللت الطلب على الدولار معنى كده ان السوق عند البنك المركزي او عند السوق السوداء هينخفض الطلب عليه ب 10 مليار دولار، يقوم يحصل معايا اعاده للتوازن. لكن امتى التوازن هيكون موجود بقى؟ أيوة. عند سعر اعلى للدولار. ببساطه خالص يا استاذه دعاء، لا قدر الله لو انا ركب العربيه بتاعتي وعربيتي جت وقفت في نقرتين اتنين، نقره قدام ونقره ورا، حفره قدام وحفره ورا، العربيه الاقتصاديين بيقول لك هي الان في وضع توازن، لكن وضع توازن صعب جدا، سيء جدا. فده للاسف اللي مرشح يحصل. ليه؟ لان الحكومه نفسها بتقول لي انا في وضع سيء. ازاي الحكومه بتقول لي كده؟ الحكومه بتقول لي ان في بضاعه في الموانئ مقدارها 10 مليار دولار وانا مش عارف ادخلها. فمعنى كده انا كتاجر او انا كمستورد عارف كويس لو انا رحت للبنك مش هيديني الدولارات، فبروح للسوق السوداء. وفي الاخر انا كتاجر او كمستورد لما بقول للراجل بتاع السوق السوداء وفره لي ب 32 34 36 انا هاخد الدولار، هاخد الاسعار الجديده او الغاليه دي وحملها عليا انا كمستهلك. فهتفاجئ الناس تيجي تروح تشتري ثلاجه، يشتري غساله، يشتري زيت، يشتري سكر، يقول لك يا عم ده انا كنت جايبه الازازه ب 50 الكيلو بقى ب 65. ما هو اللي هو مش فاهمه ان التاجر اللي اشترى الدولار غالي هيحمله عليا انا كمستهلك في نهايه الامر. هنا انا ما اقدرش اقول ان ده تاجر جشع الحقيقه. ما ينفعش اقول كده، زي ما هم بيروجوا ان ده جشع تجار وان ده طمع تجار. انا ما اقدرش هنا اقول الراجل بيشتري بالغالي، هو كمان مش مطلوب منه انه يخسر ويفلس عشان يقدر انه يوفر السلعه. في القصه دي الدولة المفروض ملهاش دور؟ يعني مثلا على سبيل المثال، وهنتكلم على سلعة من السلع اللي واقفة في الجمارك وفي المواني، وهي الأعلاف، أعلاف الدواجن وأعلاف المواشي. تم الإفراج فقط تقريبا عن 25% من اللي موجود في المواني، خرجت من المواني دخلت على سوق سودة. هل الدولة المفروض هنا أنها تتدخل؟ يعني الدولة بتحط رقم مسعر، التجار عادة بيشتروا برقم مسعر، لكن بيفاجئوا أن كل طن عليه زيادة 2000 و3000 و4000 جنيه في الطن الواحد. هنا ده بنقول عليه جشع ولا بنقول عليه سوء استخدام أو ندرة المتوفر، فبناء عليه بيبقى فيه زيادة في السعر بناء على ارتفاع الطلب؟ طيب انا النقطه دي تحديدا انا عايز اشرحها باكثر من شق. اتفضل. انا تاجر اعلاف يا استاذه دعاء، كويس، ورحت اشتريت الاعلاف، الطن باين لي دلوقتي في حدود 23000 جنيه في مصر على ما اعلم. خلينا اقول وانا تاجر اعلاف اشتريت الدولار في السوق على 30 جنيه، كويس. وانا في نفس الوقت انا متابع السوق، ما انا هجيب شحنه الاعلاف دي هبيعها، فلو انا بعت على الدولار ب 30 ولقيت السوق فيها الدولار بقى 32 او 33 هقوم جاي مزود ثمن على الاعلاف، رغم ان انا شارع على 30 جنيه الدولار، هقوم مزود لان انا عارف ان لو انا خدت فلوسي بعد ما بيع واروح اشتري دولارات ثانيه عشان استورد هلاقي الدولار بقى في السوق ب 34 او 33 او 2 زي ما يكون يعني. فالتاجر ده او المستورد ده راجل رشيد، راجل عقلاني، فيقول لي انا هحتاط، هاخد المخاطره دي، وبدل ما انا ابيع الاعلاف ب 23 لا انا هخليها ب 26، ويبقى لو الدولار وصل ل 34 انا امنت نفسي. فهمت حضرتك؟ فالنقطه الاولانيه اللي انا عايز اقول عليها ان لو الحكومه عملت اسعار، الاسعار هتفشل. اديك مثال قوي جدا عشان كل المصريين هيبقوا يبقوا عايزين يفهم فاهمين الموضوع جدا. اما الحكومه يا استاذه دعاء عملت ايجار وقالت الايجارات الشقق، حددت اسعار ايجارات الشقق ب 15 جنيه والشقه ب 10 جنيه والشقه ب 7 جنيه، الكلام ده حصل في الستينات. ايه اللي حصل عند المصريين؟ انا دلوقتي اروح اجر لك الشقه، بروح اجيب لجنه من وزاره الاسكان، انا وانت اتفقت على سعر ان انا هاجر لك الشقه على 100 جنيه،
تقوم انت رايحه لجنه الاسكان تقول لهم والله مصطفى ده مغلى عليا الايجار ابو 100 جنيه، تيجي اللجنه تجي لي تقول لي يا مصطفى الايجار ب 15، وبنروح المحكمه وانت بتقولي لي يا مصطفى خلاص ان شاء الله يا ابني انت مش هتشوفني تاني وهبعت لك فلوسك للمحكمه. كويس؟ حلو جدا. فمصطفى او اي حد زي مصطفى هيجي يقول لك بس انا مش مؤجر الشقه الجديده اللي انا عملتها. ففي الثمانينات يا استاذه دعاء بقى عندنا في مصر يجي 2 مليون شقه مقفولين واصحابها مش عايزين ياجروها لا لشيء الا لان انا خايف انك تطبق عليا قانون الايجارات القديمه. لما طلع قانون الايجارات الجديده بقى لما عملنا الاصلاحات الناس كلها بقت تاجر الشقق، مع انها حتى هذه اللحظه وانا بكلم حضرتك ما زالت الايجارات القديمه موجوده وظلم فادح جدا للناس. هو نفس فكره التسعير بقى لما الحكومه هتيجي تسعر لي الاعلاف او البيض او الفراخ او السمك او الالبان سمي ما شئت ستكون فاشله ولن تستطيع انها تحققها. ليه؟ لان الموضوع مرتبط بقضيه السوق، احنا بنسميها حتى احنا في الاقتصاد يا استاذ دعاء، يعني انا مش عارف الكلمه العربيه هتعبر عنها ولا لا، احنا بنسميها بالعربي الماركت فورسز اللي هي قوى السوق، بس قوة باللغه العربيه هنا يعني عايز اعبر اقول ايه، حاجه جباره بتجبرك عليها، يعني هنا في سوق قوه جباره، السوق ده اكبر اختراع اتحط لنا في السوق ان انا لن استطيع ان انا اسيطر على الاسعار، مش هتقدر. ليه؟ لان العنصر الاساسي بقى اللي هو صلب مشكلتنا او سميه جذور المشكله او سميه عمق المشكله هو الانتاج، ودي اللي انا عايز بقى النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم عليها في قضيه الاعلاف مثلا يعني. طيب اذا الاعلاف يا استاذه دعاء انا اقدر انتجها في مصر، ليه بقى انا ما انتجهاش في مصر ووفر دولارات وانتج انتاج محلي؟ والنهارده حصل حرب بين اوكرانيا وبين روسيا، انا مش محتاج ولا حاجه من دي لان انا انتجت جوه البلد. هل بقى الاعلاف دي يا استاذه دعاء مثلا زي صناعه الصواريخ فيها اسرار عسكريه؟ المصريين بقى لهم شي 3000 سنه بينتجوا اعلاف جوه البلد، كان موجود. ما كنتش انت بتنتج اسمده جوه البلد؟ كان موجود. فلما انت حرمتني انا اقتصاد من ده، انا كمستورد انا فرحان ان انا بستورد من بره والحمد لله انا بقيت مليونير، وانا احنا 3 4 5 اللي متواطئين في السوق واحنا الوحيدين اللي بنفرض السعر في السوق، فما عندناش اي مشكله. يعني احنا لسه كده يا دكتور مطولين في الازمه دي، ازمه السلع اللي بتخرج وما السعر بيبقى فيها مرتفع. لا، ما هو بقى الاكثر من كده كمان ان الدولار حتى لو ثبت مؤقتا في مصر سيعاود الارتفاع مره ثانيه بعد فتره زمنيه. اللي هم الخمس سنين ولا اقل؟ يعني الخمس سنين بتوع التعويم ولا اقل من كده؟ هو الاحصاءات او الدراسات العلميه بتقول عاده من 7 ل10 سنوات. بس احنا عندنا بيمشي بوتيره اسرع شويه. بوتيره اسرع ليه؟ لان انت ما شاء الله انت عمال دلوقتي، انت الان لو حضرتك شفت في مصر، لو شفت المولات اللي موجوده في مصر ونمط استهلاك المصريين، كل شيء موجود بره موجود في مصر الان. صحيح. فاللي موجود انا دلوقتي رايح اجيب كل انواع الجبن موجوده في مصر، كل انواع الملابس موجوده في مصر. اللي هيحصل ايه يا استاذه دعاء؟ كل ما انت بتستهلك كل ما انت بتضغط في الطلب على الدولار عندي. فكل ما انت بتضغط في الدولار كل ما سعر الدولار هيرتفع. لكن الازمه دي اللي هتحصل بقى فيها دلوقتي هيبدا يحصل بضاعه كتيره جدا من المستورده هتخش مولات كتيره جدا مش هتلاقيها، او مولات كتيره جدا هتقفل. اللي انا فاتح محل مثلا ببيع جايب ملابس مستورده بجيب كونتينرات من نيويورك ولا من باريس ولا من الصين، وبعدين لقيت اسعارها غليت على الناس، الناس مش هتشتري، انا شهر شهرين ثلاثه 6 شهور استحمل بعد كده هسيب السوق وامشي. فهيعمل قضيه الدولار هتكون لها اثار انكماشيه في الاقتصاد، عشان بس الناس تبقى فاهمه. لكن احيانا الناس تبعت لي تقول لي طب ايه توقعك للدولار اخر الشهر؟
لا نستطيع أن نعلم، لكن الذي نعلمه حقيقة أن الدولار سيرتفع. ما الذي سيحدث لأسعار الذهب خلال شهر؟ لا نعلم، لأن السوق مضطرب، في فوضى في السوق الآن. طب هسأل حضرتك سؤال يا دكتور، يعني هو أنا عارفة أنه سؤال سخيف، أعذرني عليه. لا مستحيل. يبقى إحنا كده رايحين لكل اللي بيتم تصديره لينا أن اللي هينقذ مصر هو بيع قناة السويس، ده الحل، ده الحل عشان البلد دي ما تدفنش تحت التراب. أبيع القناة، أخد الـ200 مليار، أبدأ أسدد الديون، أبدأ أستثمر فلوس، أبدأ أضخ عملة صعبة في البلد. من وجهة نظر الدكتور مصطفى شاهين، هل ده حل حقيقي ولا ده وهم بيبيعوه؟ الأول بس خلينا ناقش حضرتك في سؤالك، مين قال لحضرتك ان احنا لو بعنا القناة هيجيلنا منها 200 مليار دولار؟ يعني ده الرقم اللي هم قالوه، انا بحس يعني ده الرقم اللي اتقال واللي اتنشر على السوشيال ميديا وبعض تصريحات خبراء الاقتصاد بتوعهم. يعني في ناس قالت فعلا كده القناة معروضة ب 200 مليار دولار؟ لا، قالوا اذا تم استغلال اصول قناة السويس هتوفر حوالي 200 مليار، الرقم ده طبعا انا قريته اكتر من مرة. ده مصيبة يا استاذة دعاء. مصيبة؟ طبعا مصيبة. يعني هي تجيب اكتر ولا هي؟ لا انا احسبها لك حاجه بسيطه خالص. اتفضل. احنا كل سنه بيجي لنا من القناه كام مليار يا استاذه دعاء؟ 13 باين. الحكومه بتقول 8. 8 اقسمي بقى ال 200 على 8. 200 على 8. ايوه. يعني القناه دي تجيب ال 200 مليار خلال 25 سنه. وهم هيستنوا كده في الوضع ده 25 سنة؟ أيوة. ومش كده وبس، هو أنت ليه دلوقتي ده احنا أنا يعني ده اللي احنا بنقوله لهم، بنقول لهم يا حضرات. طيب أنا هبسط حاجة كمان للناس عشان الناس تفهم اللي بقوله ده كويس. خلينا أقول إن احنا مثلا شركة مثلا زي اللوفت هانزا، مثلا شركة ألمانية بتعمل رحلات طيران بتروح للقاهرة من ألمانيا للقاهرة، أو مثلا الخطوط السعودية مثلا عشان الناس تبقى واضحة الأمر بالنسبة لها. الخطوط السعودية اللي شغالة في مصر دي بتيجي في نهاية السنة بتقول إحنا حققنا أرباح من المصريين المسافرين للسعودية قرابة مثلا يا ستي قولي 10 مليار جنيه. فبياخد ال 10 مليار جنيه يروح يديهم للسيد محافظ البنك المركزي يقول لي اديهم لي ريالات سعودي. محافظ البنك المركزي عايز ريال سعودي فبيروح يغيره بدولارات ويقول لهم اتفضلوا دولارات اهيت وانتم عندكم تصرفوا زي ما انتم عايزين اذا انا ما عنديش حصيله من الريال. فاللي حاصل ان انا كل ما ببيع حاجه يا استاذه دعاء كل ما بضغط على الدولار جوه البلد. اللهم اللهم لو ان هذه الشركه بتصدر بره. يعني دلوقتي مثلا شركه ماكدونالدز مثلا او التهنزة مثلا، الشركات دي بتبيع جوه للمصريين فده ما بيصدرش بره حاجه. يعني شركه ماكدونالدز او كي اف سي او ويمبي او غيره دولت بيبيعوا للمصريين، فده في نهايه السنه بيروح للبنك المركزي يقول له حول لي ارباح البره. فيروح محافظ البنك المركزي يقول لك انا مضغوط عليا دولارات عايز ادبرها. فكل ما انت بتبيع من املاكك انت بتخسر على الاجل الطويل. يعني انا بعد فتره هخسر. وده يعني ده ظلم مش ظلم. انا انت عارف يا استاذ دعاء انا والله احيانا اقول اولى ليا ان انا اقعد في بيتي. ليه يا دكتور؟ الناس عايزه تعرف وتفهم وتبقى عارفه الحقيقه. ما هو اللي انا بقوله ده يا استاذ دعاء اساتذتي اللي علمونا الكلام ده والخبراء اللي في مصر فاهمين كلامي ده كويس جدا. انت لا تستطيع انك تفسر اللي بيحصل ده غير ان ده خيانه للناس. لا ده من زمان الخيانه دي، من زمان يعني من اول مصنع اتباع يعني، بس الناس لما سكتت على الصغير جه معاد الكبير. بس ده من زمان سكوتنا هو اللي ورط فينا التورطات دي اللي احنا شغالين فيها. يوم واحد يقول لك اصل انت يا مصطفى انت ما انتش واخد بالك احنا لما بنستثمر هنصدر وهنزود الانتاج. انت لا ما حصلش. هو حضرتك لما ماكدونالدز دخل عندك ولا هتروح تبيع رمسيس هيلتون مكان في روعة الجمال في وسط القاهرة يطل على نهر النيل
وعايز تبيعه ب 350 مليون دولار ولا شيء. والراجل اللي جاي هيشتري منك الهيلتون هيحول كل سنه ارباحه بالدولار، وده من حقه، ما انا فاتح الباب بقى. طب لو رمسيس هيلتون انا اللي فاتحه وانا اللي بيجي له دولارات جوه؟ طب انا لو جاي لي السياح من بره وكلهم داخلين مصر وكله عمال يغير دولارات ورايح يقعد في الفندق عندي، ولا رايح يركب القطر رايح للحد اسوان او الاقصر او السياحه بتاعتي؟ ما هو بص يا استاذه دعاء، الاقتصاد ده يعني هو معقد شويه لكن بسيط. لما انا اجي اقول لك الاتراك، ولا شك ان تركيا عامله نهضه جباره في السياحه. اما اقول لك تركيا مثلا بيخش لها 30 مليون سائح، وعامل مزايا فعلا، خادم الناس وبيجذبك لبلده. احنا في مصر يا استاذ دعاء احنا عندنا بقى ايه الاغنيه الشهيره دلوقتي بقى ايه؟ انت شوجري. خلي الزبون يجي لنا مره واحده وطفشه، خليه تاني ما يعتبش ناحيه مصر دي، لان انت ما انتش فاهم ان احنا مش تجار، احنا مش شطار في بيع بضاعتنا وتسويق بضاعتنا. لا لا خالص طبعا، وده مش ذنبنا احنا يعني، في النهايه ده مش ذنب المصريين ولا خطأ المصريين يعني، ده في دوله وفي وزاره هي اللي المفروض اللي تكون مسؤوله عن الامور اللي زي كده. بص يا دكتور، انا مش عايزه اطول على حضرتك، عايزه من حضرتك اجابه على سؤال بس في اضيق الحدود. شهادات ذات ال 25% عائد سنوي، حضرتك شايفها ازاي؟ بص يا استاذ دعاء، انا شايف دي مضرها اكثر من منافعها. ايه منافعها اصلا؟ منافعها طبعا، واحد يقول لي يا ابني انا دلوقتي طالع معاش وعايز اخد 25% فايده، انا من الناحيه الشرعيه حاسس انها حرام، او ده الراي اللي انا بستريح له. فانت دلوقتي كحكومه لما انت هتديني 25% فايده يا استاذ دعاء، لموا 60 مليار على حسب تصريحاتهم يعني. لا هيزيدوا، لسه ممكن يوصلوا مثلا ل 200 مليار مثلا. السؤال دلوقتي خلينا نفترض ان الحكومه لمت 300 مليار. كويس؟ كويس. اضربي 300 في ربع يا استاذه دعاء، يطلع كام؟ 300 في ربع. خليهم 400 هيبقوا اسهل. هيطلع 75 مليار جنيه فوائد. او قولي 400، الربع يطلع 100 مليار. بالظبط. يبقى الحكومه هتدفع فوائد للناس كام؟ 100 مليار. ال 100 مليار الحكومه دي هتجيبهم منين يا استاذه دعاء؟ هتطبع فلوس. بالظبط، تطبع فلوس. لما تطبع فلوس الجنيه بتاعها هينخفض، الاسعار هتغلى، القوه الشرائيه للناس بتقل. لكن واحد تاني بيقول لي اصلا انا فلوسي في البيت خسرانه، وده اللي انا شايفه هو التعويض. والله في ناس يعني ده شيء ايجابي للراجل اللي مش قادر، وانا بصراحه انا بستحي من نفسي لما اقول للناس ان 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 ديت فيها حرمانيه شرعيه، وابهاتنا او امهاتنا بتبعت لي تقول لي يا ابني انا حاطه نص مليون ولا 100,000 باخد عليهم فوائد وبتصرف على البيت. واحد بعت لي يقول لي انا باخد معاش 2500 وباخد 3,000 فوائد كل شهر. انا بعجز، انا فعلا بعجز تماما ان انا ارد على الاساتذه هؤلاء، لان انا يعني مش عارف انا اقول للناس ايه، لانك انت الان السوق كله بقى فوضوي. لان انا مش عايز، انا يا استاذه دعاء المصري، تخيل ناخد سيناريو تاني. انت قلت لي في اضيق الحدود، بس انا يعني للاسف مش عارف اوفي السؤال كويس. لو انا يا استاذه دعاء راجل طلعت معاش والفايده في البنك 2% او 4%، وجيت انا فكرت ان انا كنت شغال ميكانيكي في هيئه المواصلات في القاهره، وطلعت بمكافاه 200,000 300,000، لما انت بتديني 25% فايده انا مش هفتح لي ورشه صغيره، احط فلوسي اضمن. اضمن لي طبعا، ولا هتقول لي تراخيص، ولا موظف مجلس المدينه جاي، ولا عليك ضرايب، وفين اليافطه بتاعتك. بس 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 هو ضرب الاقتصاد داخليا، ضرب طبعا المستثمرين طبعا الصغار، ضرب فكره التنميه الحقيقيه يعني. بالزبط. هل الدوله مش واعيه انها بتعمل ده؟ لا، هو بص، هو يا استاذ دعاء دلوقتي بيقول لك انا الان في عندي كساد جوه الاقتصاد وعندي تضخم، انا بس عايز الحق الموضوع اول سنه. واحنا بنتابع ده في امريكا، لما يكون في تضخم في امريكا بيرفع سعر الفايده
البنك الفيدرالي رفعها في امريكا تقريبا 4.5% الان علشان يوقف شراء الناس، انما مشكلتنا في مصر مش رفع الفايده هو اللي هيوقف شراء الناس، مشكلتك في مصر ان التضخم جاي لك من بره، جاي لي من الدولار. يعني مثال بسيط يا استاذ دعاء، ازازه الميه دي يا استاذ دعاء في امريكا مثلا بتتباع ب 10 سنت، قول لي يا ست بدولار، خلينا نخفف الموضوع بدولار بدولار، هي الازازه دي بدولار، لما كان الدولار ب 15 جنيه بتتباع ب 15 في مصر، طب لما الدولار بقى ب 20 بقت ب 20 جنيه في مصر، طب لما الدولار وصل ل 30 بقت ب 30 في مصر، طب انا مستورد بقى مش عارف الدولار بكره بكام او مخليها ب 35. الاكثر من كده بقى ايه اللي بيبدا يحصل بقى عندي اللي جوه السوق، ان السعر الازازه بره زي ما هو بدولار، لكن المشكله جوه عندك انت. فلما الحكومه هترفع الفايده ان شاء الله تخليها 50% مش هتتحكم في التضخم. ليه؟ لان التضخم جاي لك من ان مشكلتك في الدولار الاساسيه. فلازم اشخص المرض كويس. هو واخذ ال 25% عشان يجبر الناس ما تروحش تشتري دولار. هو ده الاساس. لكن زي ما شرحنا في الاول، لو ان التجار مستوردين السلع الاساسيه والضروريه اللي هم محتاجينها، ان شاء الله تعمل 50% فايده، الراجل ده يروح السوق، هيروح يشتري دولار لان ده تجارته وصناعته. دكتور مصطفى شاهين انا بشكرك شكرا جزيلا، انا عارفه ان اطلت على حضرتك لكن يعني عندنا كتير من الموضوعات والاسئله اللي محتاجين راي حضرتك ومشورتك فيها، بشكرك شكرا جزيلا.